لم تلمس كرة القدم بعد، لم تسجل أو تصنع، ولم ترفع الكؤوس والألقاب على منصات التتويج كحال كل نجوم ومشاهير اللعبة، ولكنها أصبحت ما بين ليلة وضحاها من أهم رموز المنظومة الرياضية الكروية، نظرا لكونها أما عظيمة لأسرة كروية تميزت بالاحترام، وكان ولا يزال عنوان حياتها النجاح. هي الدكتورة ماجي الحلواني. فلماذا صنفت بأنها شخصية ناجحة؟ ولماذا أحبها وقدرها مجتمع كرة القدم في مصر؟ الدكتورة ماجي الحلواني هي زوجة الراحل الكبير كابتن حمادة إمام ثعلب الملاعب المصرية، ووالدة حازم إمام الثعلب الصغير. استطاعت أن تجسد نجاحها الكروي في نجاح زوجها ونجلها، اللذين يتمتعان بحب واحترام جميع الجماهير المصرية دون النظر إلى انتماءات مختلفة. إلى جانب ذلك، فهي سيدة ناجحة في عملها، أستاذة جامعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ترأست عددا من المناصب المهمة، حيث عملت كعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولجنة وضع معايير الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي والعالي، كما عملت كعضو في لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، ونائبة رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات في الفترة بين 2003 و2007. حبا في عائلة إمام، أطلقت الحلواني كتابة يوثق تاريخ عائلة إمام وارتباطها الوثيقة بنادي الزمالك. فالكابتن يحيى إمام هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وبعده الابن الثعلب حمادة إمام، ثم الحفيد الإمبراطور حازم إمام، لتروي تاريخا كبيرا وحكايات عاشتها كداعم لاستكمال نجاح عائلة إمام في الملاعب والرياضة المصرية والعالمية باحتراف نجلها في إيطاليا، لتصبح حقا إمبراطورية إمام الكروية.